فقد كتب رجل مقالا فقال: أجمع العلماء على احترام الرأي الآخر، فهل هذا القول صحيح؟ وهل الإجماع معتبر؟ هذا إجماعه هو، هذا إجماعه هو، أما العلماء ما أجمع، هذا كذب على العلماء. أجمعوا على احترام الحق، العلماء أجمعوا على احترام الحق وما قام عليه الدليل، أما ما خالف الدليل فإنه مرفوض ولو كان رأيا آخر. نعم.